إذا دابا غنصحو الفرد الأول، شكون اللي خدا نقطة كاملة على السؤال الأول؟ شوفوا الأجوبة ديالكم، شكون اللي خدا نقطة كاملة يعني ثلاثة د النقط؟ نقرا الأجوبة ديالك. مجهد ملاحظة الخلايا. مزيان، مجهد مستعمل لملاحظة الخلايا. زيد. نعم، قرينا أن دور جهاز الأكسجين دوره هو لقياس نسبة ثنائي الأكسجين سواء في الماء أو في الهواء. زين. جهاز التنفيذ لاستخراج الكائنات الدقيقة من التربة. زين، شفنا أن جهاز التنفيذ نستعمله لاستخراج الكائنات الدقيقة من التربة. زين. نستعمله لإنجاز المعشبة. نعم. باب النباتات يستعمل لإنجاز المعشبة. ثم ماء الجين نستعمله للكشف عن ثنائي أكسيد الكربون. ثم الصفيحة والصفيحة. إنجاز إجهاريا استعملنا ماذا؟ صفيحة وصفيحة. إذا الأجوبة الصحيحة هما هادو اللي عمل المجهر نستعمله لملاحظة الخلايا غادي ياخذ ربع نقطة. 0.25 نص نقطة، عفوا نص نقطة. جهاز الأكسجين قياس نسبة ثنائي الأكسجين نقطة. جهاز بيرغاز نستعمله لاستخراج الكائنات الدقيقة من التربة نص نقطة. باقي النباتات إنجاز الأعشاب نص نقطة. ماء الجير نستعمل لكشف عن ثنائي أكسيد الكربون نص نقطة. وصفيحة وصفيحة نستعمله لإنجاز تقدير إجهادي. يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ربع في نص نقطة هي ثلاثة. ستة، ستة في نص نقطة، ستة في نص نقطة هي ستة يساوي ثلاث نقط. صحيح؟ دابا غنمشيو للسؤال الثاني أو التمرين الثاني. منا أتمم تعبئة الفقرة التالية بالمصطلحات المناسبة حول ملاحظة الخلايا النباتية. شكون اللي خدا نقطة كاملة؟ نقطة ونصف. شكون اللي خدا نقطة ونصف على هذا التمرين؟ نقطة ونصف. قرا الجواب ديالك. نضع عينة دقيقة من قشرة البصل. مزيان، من قشرة البصل أحسن من قشرة البصل. فوق فوق صفيحة زجاجية. صفيحة زجاجية. زين. ثم نضيف إليها أزرق بلاتين. لا، مش أزرق بلاتين، أزرق الميتيلي. ملون أزرق الميتيلي. أزرق الميتيلي. زين. ونغطي الكل بواسطة صفيحة زجاجية. ثم نلاحظ هذا التحضير. هذا التحضير المجهري. هذا التحضير المجهري. بواسطة المجهر. بواسطة المجهر، يعني المجهر الضوئي. صح، المجهر الضوئي. زين. فنكتشف أن البساطة عديدة. يعني جملة مكينة ماشي جملة. فنكتشف خلايا نباتية. فنلاحظ خلايا نباتية. خلايا نباتية. خلايا نباتية. إذا هذه قشرة، على قشرة البصل ربع نقطة، صفيحة ربع نقطة، ثم أزرق الميتيلي ربع نقطة، ثم هنايا التحضير المجهري ربع نقطة، المجهر ربع نقطة، خلايا نباتية ربع نقطة. المجموع هو ربع نقطة، ربع نقطة في ستة، واحد ونصف. نعم. ربع نقطة في ستة يساوي واحد ونصف. إذا هنايا لكن إذا عملنا جواب صحيح واحد ونصف. نعم. ثم الآن التمرين الثالث. مطلوب منا اذكر مثالين من هذين، مثالين من الوسط الطبيعية، مثالين من خلايا من كائنات متعددة الخلايا، مثالين من أجزاء المجهر، مثالين من الغازات التنفسية. شكون اللي خدا نقطة كاملة؟ يعني جوج نقط. لا واحد. نقطة كاملة. شكون اللي خدا نقطة كاملة؟ شكون اللي خدا نقطة ونصف؟ نقطة ونصف. قرا الجواب ديالك.
أوسط والأوسط طبيعية هي بحيرة. بحيرة مزيانة، بحيرة بحيرة صح زين. غابة. غابة هذا هو سطحين طبيعيين زين. كائنات متعددة الخلايا. الضفدع. الضفدع كائن متعدد الخلايا نعم الضفدع زين. والجنفيل. نعم صحيح حيوان كبير مثلا عنده البصل البصل شنو زين. أجزاء المجهر يا صاحبي حاجة جديدة. لا أجزاء المجهر غالبا حتى واحد ما عنده أجزاء المجهر. أجزاء المجهر عنده تحت المصباح مثلا المصباح وعنده الشيكيات. حتى واحد ما عنده هذا الشيء غالبا تكون ما جاوبتش على هذا السؤال لأن عندهم في الوثيقة. إذا غاتعملوا مثلا الشيكيات الشيكيات ومصباح مثلا أو مرآة. مصباح أو مرآة. هذوما أجزاء المجهر. ثم الغازات التنفسية يعني الغازات التي يتبادلها الكائنات الحية مع الوسط. ثم الغازات التنفسية ثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. ثنائي الأكسجين ثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. إذا اللي عندها التجربة غير ياخذ ضوء نقطة أو واحد ضوء نقطة واحد ضوء نقطة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ربع نقطة هي جوج. إذا ربع نقطة ربع نقطة في ثمانية يساوي اثنان. حسبوا الحساب ديالكم وبعد ذلك إن شاء الله تنصحوا معكم. دابا غنشوف التمرين الثاني مطلوب منا أن نصحح الجملة الخاطئة الثانية. الجملة الأولى يتكون من وسط طبيعي لكائنات حية فقط. شكون اللي خدا يعني شكون اللي عنده هاد العلامة يعني صحيح جاوب جاوب ديالك بالجد. تتكون من وسط طبيعي كائنات حية كائنات غير حية. مزيان كائنات حية ومكونات غير إحيائية صح؟ إذا جاوب صحيح سنتعلم لها لا تتكون وسط طبيعي من كائنات حية ومكونات غير إحيائية. جاوب صحيح يتكون الوسط الطبيعي يتكون الوسط الطبيعي من كائنات حية وغير حية مزيان وغير حية نختصروا غير حية. شكون اللي خدا النقطة على شكون اللي عنده هاد العلامة هذي صحيح؟ في هذا السؤال بعض الكائنات الحية تتركز من خلايا. شكون اللي خدا علامة صحيحة بعض الكائنات الحية تتركز من خلايا؟ جاوب. جميل الكائنات جميل هذا بزاف جميل ماشي بعض ماشي بعض جميع الكائنات الحية تتركب من خلايا. جميع الكائنات الحية تتركب من الخلايا. نعمل هذا عنده صحيح قرأ الجواب ديالك. كائنات الحية تتركب من خلايا متعددة. لا خصك احنا عندنا بعض خصك جميع الكائنات جميع الكائنات ما عادش نقول الجواب ديالك صافا ما عادش نقول. ثم شكون اللي عطى جواب صحيح على التمرين الجملة هذه. الكائنات الحية تحتاج إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون. تحتاج إلى غاز ثنائي أكسيد حسن جدا. تحتاج الكائنات الحية إلى غاز ثنائي الأكسجين ماشي ثنائي أكسيد الكربون ثنائي الأكسجين. شوفوا مزيان اللي عنده هاد العلامة نص نقطة العلامة نص نقطة هاد العلامة نص نقطة هاد العلامة نص نقطة يعني مجموع بالتقاط نص نقطة في ثلاثة يساوي واحد ونص. نعم هاد الأسئلة هادو نحسب هاد النقط هادو عندنا هنا ثلاثة واحد ونص أربعة ونص أربعة ونص زين أربعة ونص ستة ونص ثمانية. هاد الأسئلة هادو كتسمى أسئلة ديال الاستعداد المعارف كنعطيو عليها 8 صافي. والأسئلة الأخرين ديال الاستدلال العلمي والتعبير البياني كنعطيو عليهم 12. دابا غنشوف الأجوبة ديالهم. التمرين الأول ديال الاستعداد عفوا التمرين الأول ديال التعبير البياني والاستدلال العلمي كيقولنا ننجز التجربة التالية هي عفوا هنايا ننجز التجربة
الأجوبة التالية اللي مستقبلة لنا بواسطة استعملنا جردة حية جهاز الأوكسيمال جردة حية جهاز الأوكسيمال قارورة ماء الجير وجردة حية. السؤال الأول أنا بداية التجربة أنا بداية التجربة. السؤال الأول شكون اللي خدا نقطة على السؤال الأول نقطة تانية رجل ديالك حسن جدا لكي نتأكد أن الجراد يقوم بتبادلات غازية تنفسية واللي عندنا أعطاه نصيحة لنتأكد أن الجراد يتنفس ما أحسن نصيحة على التنفس هو والتبادلات الغازية التنفسية ولكن عندنا شي حاجة من هذا الشيء اللي قال مثلا لنتأكد أن الجراد يستهلك ثنائي الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون صحيح لنكشف عن تبادلات غازية تنفسية عند الجرد ولا لا لنكشف عن تبادلات تبادلات غازية تنفسية عند الجرد. هنا اللي عمل جواب صحيح غادي يخرج جوج نقاط السؤال الثاني شو اللي خلى عليه جوج نقاط يعني ما هي نتائج هذه التجربه تنقص الماجي نسبة الجهاز الأوكسيمال النتيجة الأولى تعكر ماء الجير نعم النتيجة الثانية انخفاض نسبة الأكسجين داخل القارورة حسن جدا يمكن نتيجتين وهو تعكر ماء الجير اسمع مزيان اللي عمل هذا الجواب غادي ياخذ نقطة على هذا نقطة معايا نقطة لذلك كتب عاوتاني انخفاض نسبة ثنائي الأكسجين انخفاض نسبة ثنائي الأكسجين في القارورة نسبة نقطة إنها عندك نقطة ونقطة هي جوج نقط هذه النقط هنايا شوفوا الأوراق ديالكم اللي عندكم واش نتوما غتعاود تصحح لكم إلا كاين شي أخطاء صافي ثم كيف تفسروا الآن هذه النتائج شكون اللي خدا جوج نقط شكون اللي خدا جوج نقاط على هذا السؤال؟ قرا الجواب ديالك، قرا في الشيء. أن الجواب يقول مزيان، شكون عنده جواب آخر؟ تفسير النتيجة الأولى، تعكر ماء الجير. حسن جدا، هذا هو تفسير النتائج. تعكر ماء الجير. بأن الجرادة قامت بأخذ ثنائي الأكسجين. لا عاود من الأول، خطأ، عاود. تعكر ماء الجير لأن الجرادة قامت بأخذ ثنائي لا تعكر ماء الجير لأن الجرادة طرحت ثنائي أكسيد الكربون زين وأخذت الأكسجين وكمل وانخفضت نسبة ثنائي الأكسجين لأن الجرادة استهلكت الأكسجين كمية من ثنائي الأكسجين علاش تكون تعملوا التفسير؟ نعم تعملوا لأن الجرد طرح ثنائي أكسيد الكربون واستهلك ثنائي الأكسجين هذا هو التفسير لأن الجرد طرح ثنائي أكسيد الكربون لكتب هذه نقطة هنا لكتب هذه الجملة هذه نقطة ولكتب جملة أخرى وثانية واستهلك ثنائي الأكسجين نقطة ثانية واستهلك ثنائي الأكسجين يعني نقطة هي جوج نقط والآن غنصححوا التمرين الثاني في المكون الاستدلال العلمي والتعبير البياني هذا التمرين يقول تبين هذه الصورة خلايا جلد الضفدعة ملاحظة بواسطة المجهر مكبرة 400 مرة السؤال الأول يمكن أن نقول بواسطة أسهم أو السهام
الالتهاب واكتب اجزاء الخليه واحد هذه خليه شكون يختار على هذا التمرين نقطه كامله يعني ثلاث نقاط لا ثلاث نقاط الجواب بواسطه السهام واكتب اجزاء الخليه رقم واحد السؤال الاول يعني لي جونتي الفرنسيه نعم شكون يختار ثلاث نقاط شنو عملتي باش هاد ثلاث نقاط ست سهام الغشاء إذن عملتي واحد السهم يمشي إلى الغشاء نعم الغشاء هو هذه الخلية هي هذه الخلية هي هذه كاملة هاد السهم هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الغشاء الغشاء يسمى غشاء سيتوبلازمي نعم غشاء سيتوبلازمي نعم ثم أشرت إلى النواة ثم بواسطة سهم آخر أشرت إلى النواة بالمسطرة 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 غتعملوا هنايا نواة نواة هذا نواة كيفاش غادي تسمى؟ ثم أشرت بسبب المسطرة عاوتاني هنايا ما بين الغشاء والنواة هذا المسطرة كيسمى سيتوبلازم سيتوبلازم لي عملت تكون مزيان تكون مزيان لي عملت هاد الأسماء تسمع مزيان باش تاخذوا النقطة كاملة تسمع الأسماء غشاء سيتوبلازم نواة وسيتوبلازم وخصكم تعمل اسهم واحد السهم جوج ثلاثه وماشي كيما كاين الاسهم خص السهم يوصل المكان ديالو هاد السهم ماشي غتوقفوا هنايا ولا غتجي شي مكان اخر غتجيبو في الغشاء هنايا النواة وتعمل السهم ديالها وتجيب النواة السهم المكان ديالو السيتوبلازم سيتوبلازم عاوتاني غتعمل السهم ديالو والسهم فين غتوقفوا المكان ديالو اللي عمل هذا الشيء كامل يعني كتب الاسماء كتب الاسماء وعمل السهام بالمسطره وصلها للمكان ديالها غادي ياخذ ثلاث نقاط واخا بزاف شويه ولكن يعني اغلبيه ديالكم ما عملوش هذا اليوم هذا معنى التعديل البياني يعني تعرف الشيء على الاجزاء ديال الخليه بالسهم كيفاش السهم تعرف فين كتوقف السهم صافي سؤال سهل هذا ماشي كاين شي حاجه ديال سهل سهل نعم ثم التمرين الثاني من خلال هذه الملاحظه الدفعه كنسموها كائن متعدد الخلايا علاش؟ شنو نختار نقطه كامله؟ نقطه ونص نقطه كامله نقطه ونص نعم مزيان لان الضفدعه تتكون من عده خلايا لان الضفدعه جسمها يتكون جسم الضفدعه يتكون من عده خلايا لان جسم الضفدعه يتكون من عده خلايا فيهم هذه الخلايا وما هذا هنا إذا رسمنا ربعة ولكن هنا كاين بزاف وفي الجسم ديالنا كاين أكثر عاوتاني إذا اللي عمل هذا الشيء هنايا قلنا هاد ثلاثة اللي عمل هاد الجو غادي ياخذ نقطة ونص هذا التمرين اللي هو فيه شوية الحسابات وشوية النظر هو هذا وحسب القد الحقيقي شكون اللي خذا نقطة ونص كاملة على وحسب القد الحقيقي أو الطول الحقيقي للخلية رقم واحد شكون اللي خذا نقطة ونص شنو عملتي باش تاخذ الكواليس؟ قمت بالحساب لا قبل ما تاخذ الحساب لا قبل الحساب قبل الحساب غتقول خديت المسطره شوفي انت خديت المسطره عبرت هذه عبرت هنا حتى لهنايا لقيت فيها عبروها قدامي شوف شحال 18 ملم شحال غتبقاو فيها؟ 18 ملم شحال 18 ملم 18 ملم عاقلة 18 ملم يعني الطول ديالها الطول الخلية والطول المكبر نعم. هذا الطول أو القد المكبر القد المكبر 400 مرة المكبر هو 18 ملم ما نكبرش حد مرة تكبر مش حال التكبير شنو عملتي بعد؟ قمت بأخذ الطول المكبر عدد التكبير استعملنا التكبير شحال هو التكبير؟ 400 مرة التكبير هو 400 مرة قمت بكسرة 10 على 400 إذا فباش نلقاو شحال القد الحقيقي ديالنا شنو غنعملو؟ 18 باش نقصوها دير على هذه نعم 18 على 400 إذا فالطول والقد الحقيقي القد الحقيقي 18 على 400 بالخلية واحد هو
هو 18 مليمتر تقسيم 4.24 تساوي 0.04 مزيان. لا 0.04 0.05 مزيان صدق حوالي 0.04 مليمتر. اللي عمل هذا الشيء عمل هذا الشيء عمل هذا الشيء غادي ياخذ في الطوانيس شفت هذيك السنة الطوانيس. إذا هذا هو صحيح ديال هذا التمرين. نعم.